بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابه واتباعه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ثم قول المصنف: والكتاب حق، والكتاب المثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم، يؤتى للمؤمنين بأيمانهم وللكفار بشمائلهم ووراء ظهورهم، هذا حق، لقوله تعالى: ونخرج لهم يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، وقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا الكتاب. هناك أمر آخر أيضا، يعني الحساب أيضا يجري في المحشر، حساب أيضا يجري، ومع ذلك لم يذكر المصنف بل سقط عنه يعلل لسكوته. وسكت المصنف عن ذكر الحساب اكتفاء بالكتاب، يعني اكتفى بذكر الكتاب، هذا الكتاب يعني يعتمد عليه في الحساب، فإذا اكتفى به يعلم منه أنه يجري هناك حساب. فأنكره المعتزلة، زعم منهم أنه عبث، قالوا هذا حساب، حساب العبد عبث. والجواب ما مر، جواب ما مر يعني هو أبهم الجواب، لكن ما ذكرته يعني جعل العبد معترفا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يعني هم يقولون هناك: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. هذا الاعتراف هو المقصود من الحساب ومن الكتاب ومن الوزن. ثم: والسؤال حق، لقوله تعالى: ولنسألنهم أجمعين، ولقوله عليه السلام: الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال الله، قال تعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. هكذا حديث طويل. لقوله عليه السلام: ماذا؟ الله يدني المؤمن، يدني يعني يقرب، ويضع عليه كنفه، الكنف يعني الحجاب النوراني، الحجاب من النور، النوراني هو الكنف. إذن معناه الله تعالى يغطيه بكنف وحجاب نوراني، عبر عنه بالإدناء، هذا التقريب، هذا التقريب يعني ليس حقيقته مرادا، بل هو عبارة عن تغطيته بنور، بحجاب نوراني، حتى لا يطلع على حاله غيره من المحشورين في المحشر. نعم، هذا يكون يعني سؤال سرا. نعم، يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. نعم، فيقول: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول: نعم أي ربي، نعم أي ربي، يعني هو يعترف بذنوبه. حتى إذا قرره بذنوبه، العبد يقرر بذنوبه. نعم، هذا في هذا الحديث إشارة إلى فائدة السؤال، نفس الفائدة في الحساب والكتاب والوزن، هذا معقول، معقول لكل إنسان إلا لهؤلاء المبتدئة المعتزلة. نعم، فإذا قرره بذنبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، يعني رأى في نفسه أنه قد هلك، هذا العبد عندما يسأل وهو يهلك لأجل هذا السؤال فقط، لأجل هذا السؤال فقط، لماذا؟ ويخاف ماذا يكون عاقبته، ماذا مصير هذا السؤال، هو يخاف كل الخوف، لذلك كأنه هلك هلاكا كليا. عندئذ الله تعالى يقول: سترتها عليك، أين في الدنيا، لذلك لا يعلم ذنبك غيرك، أنا سترتها عليك في الدنيا ما فضحتك، وأنا أغفرها لك اليوم، لذلك هنا المغفرة. نعم، حينما سترتها عليك في الدنيا ما كنت مذموما بين الناس، كذلك أنا أغفرها لك
ذلك لا تكون معاقبا عندي فيعطى كتاب حسناته هكذا نعم اللهم اغفر لنا نعم ثم وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق سؤالهم على عكس على عكس سؤال المؤمنين سؤال المؤمنين في ستر وحجاب أما سؤال الكفار والمنافقين علنا جهرا على رؤوس الخلائق نعم لماذا يكون لهم الفضيحة الفضيحة عذاب آخر نعم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين هكذا ينادى بهم ينادى بهم نعم يعلن في حقهم ثم والحوض حق لقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر الكوثر الحوض الكوثر هو يعني معناه اللغوي الخير الكثير ما هو ما المراد به هو الحوض الكوثر لما سمي به لأن فيه خير كثير كما لا يخفى ثم ولقوله عليه السلام حوضي مصيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه أكثر من نجوم السماء من يشرب منها فلا يظمأ أبدا والأحاديث فيه كثيرة حوضي حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيرة شهر يعني كبره هكذا لو مشى رجل من جانب إلى جانب آخر يكون يعني مشيه يكون مشيه يكون مشيه مصيرة شهر وزواياه سواء زواياه سواء يعني لا يختلف لماذا؟ يعني الماء في جميع الأماكن والزوايا على لذة واحدة لا يختلف بسبب الكبر في جانب ماء على صفة في جانب آخر يعني على صفة أخرى ليس كذلك بل يعني سواء وماءه أبيض من اللبن أبيض من اللبن معناه أشد بياضا منه هذا هو ثم وريحه أطيب من المسك وكيزان جم كوز أكثر من نجوم السماء من يشرب منها فلا يظمأ أبدا والأحاديث فيه كثيرة نعم لا يظمأ أبدا معناه أين يشرب يشرب يعني في المحشر وكذلك ثم في الجنة أيضا بدون ظمأ يشرب مرة ثانية إلى ذلك الحد هو لذيذ جدا نعم سقانا الله من حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.